هنا دابا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا جينا غناخذوا من عند مولاي احمد الحيمات باش غادي نفوروا معكم كسكسو. تشوفوا الطريقه ديال باكم العبدي الكسكسو تفاصيل ممله بالطريقه للمبتدئات الناس يعني اللي في غنى عن شي معلومات. مرحبا بكم. تبارك الله على مولاي احمد. عبر هذيك الكسكسو كيبغي ليدان. الكسكسو دائما كيبغي ليدان. بالنسبة للغلمي الطابع كما كتشاهدوا نقى النظافة. الله يحفظك أمولي أحمد ونتمنى الفيديوهات اللي كنقدم لكم تنال إعجابكم وترضيكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بخوتي المغاربة كاملين العز بكم والباقي خبولات. مرحبا. وهنا دابا بعد ما جينا من السوق تقدينا ندخلوا الكوزينة باش غادي ندير معكم الوصفة ديال الكسكسو بالقزبر. الكسكسو مسمد بالقزبر حصريا على اليوتيوب وعلى قناتي. ومرحبا بكم وغنوريكم الطريقة والعديد ديال الوصفات ديال الكسكسو باش تصاوبوهم. مرحبا بكم. هنا كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله السميد عندنا سميد ديال القمح. سميد ديال القمح هذا سميد ما مكسكس ما والو. غادي نكسكسو بيدي ان شاء الله في القصري. ماشي هذا ماشي ديال يعني ماشي المهم كنقول لكم باقي بلا بلا تكسكيس. هذا نوع رقيق هانتوما كيف ما كتشاهدوا نوع رقيق. هنا غادي نحتاجوا للسمن والزيت بالطبيعه. وبالنسبه للمكونات عندنا القرعه عندنا مطيشه عندي القزبر غير القزبر ما درتش المعدنوس. البصله خضاريه كيف ما كتشاهدوا البصله خضاريه. الخضره اللفت المحفور واللفت العادي والبصله بالطبيعه كي قلت لكم غرينه ديال الفلفل. بالنسبه للكرومب او ليشو وخيزو. هنا اللحم على حسب عدد الانفار اللي نتوما عندكم. هنا بالنسبه كيف ما كتشاهدوا الفول وهنا زيت الزيتون. وبالنسبه للعطريه اللي غادي نحتاج عبرت بهاد العشقه على حسب الكميه اللي عندي واللي غادي نخدم بها. هنا عندي القزبر يابس كيف ما كتشاهدوا وعندي اليزير مطحون كيجي في الكسكسو رائع وكيعطي واحد المذاق اللي هو خطير. الابزار والملح حسب الذوق والخرقوم بلدي والسكنجبير كيف ما كتشاهدوا والقليل من الزعفران شعيرات من الزعفران بس. بالنسبه للكسكسو ها انتم هادو راه ديال التعاونيات ولكن بالنسبه غادي نوريكم ان شاء الله هذا كسكسو بالخروب هذا كسكسو بالقمح والقزبر اللي غنخدموه اليوم وهذا كسكسو بالفوة حتى نشاركوا معكم ان شاء الله حتى هو ونوريكم الطريقه كيفاش كتخدموه وهذا كسكسو بالبسباس حتى هو غادي نوريكم الطريقه كيفاش تخدموهم وكيفاش تكرموهم. البرمه ديالتنا هي هذه كيف ما كتشاهدوا كوزين تباكم العبدي هي هذه وقبلوا عليا ان شاء الله. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله غادي ناخذ الزيت هذا زيت نباتي تقريبا غادي ناخذ واحد نص كاس ديال زيت نباتي وغادي نضيف نص كاس اخر حتى الكاس لارو ديال زيت الزيتون على حسب الرغبه. انتما بالنسبه ديما الكميه ديال الزيت على حسب الكميه ديال لاصوص او المرق اللي غادي يكفيكم باش غادي تخدموا. هنا البصله البصله خضاريه ولا البصله عاديه. بالنسبه لهاد البصله خضاريه او البصله نقله كيف كنقولوا راه كتعطي الطعام او الكسكسو واحد المذاق اللي هو رائع. دابا بعد ما درت البصله كيف ما كتشاهدوا مع الزيت هنا بسم الله على بركه الله غادي ناخذ اللحم. بسم الله انتوما واللي بغيتوا في اللحم وقيه وقيتين رابعه نص كيلو كيلو المهم على عدد الانفار. انا غير كنوريكم الطريقه. انا بالنسبه لي اليوم عندي جوج سقيات. المهم انا غنشارك معكم غير الطريقه كيفاش سقيه غادي تخرج على برا وسقيه هنا انا وليداتي هذا هو اللي كاين. هنا بالنسبه للعطريه اللي شاركت معكم كي قلت لكم العشقه او الملعقه ديال التلوح هي هذه باش خدام
بحال غادي نديرو نص عشق ديال الابزار وربع عشق ديال الخرقوم بلدي وربع عشق ديال السكينجبير وربع عشق ديال القزبر وشويه ديال اليزير والملح دائما كتبقى على حسب الذوق. هنا ان شاء الله غادي ناخذ واحد شويه ديال الزعفران غير واحد مهزوز ميعادكم، حاولوا تحكوه راه كيجي زوين في الكسكسو. باكم العبدي او اخوكم العبدي ولدكم العبدي الا عطاكم شي حاجه راه ما فيهاش الكذوب. هنا كيف ما كتشاهدوا كمالين بكري، هانت ما كاين لا مغرف لا والو، عندي المغرف ديال العود ولكن بهذه الطريقه كتسهل سير بلاص. هانتوما نشحر هاد المكونات دابا ان شاء الله باش غادي نضيف واحد شويه ديال السمن حار. هاد السمن راه عندي في القناه، الناس اللي داخلين جداد الطريقه كيفاش كنملح. بالنسبه عندي جوج الفيديوهات، الفيديو الاول جيت غادي نقول لكم الزعتر البري غلط وقلت اكليل الجبل، اكليل الجبل هو اليزير. عاودت الفيديو وضحت فيه الامور كامله يعني بالحذافير ديالها. الا تبعتوا الفيديو او الوصفات ديال باكم العبدي راه ضروري ما غادي تنجحوا ان شاء الله. وهنا هانتوما السمن، ناخذ عشق وانا معكم. هنا كيف ما كتشاهدوا السمن ديال باكم العبدي هو هذا، هانتوما هنا غادي ناخذ. انا بالنسبه لهذا السمن عندي راه قاصح خادمو بيديا، المهم غادي ناخذ منه غير القياس وحتى نبغي نسقي ان شاء الله ونعاود نزيدو، وكنزيد حتى في كنقولو كنزيد حتى في السميد. المهم تقلى ان شاء الله. انا غادي نقي مطيشه دابا وهانتوما معايا. هنا باكم العبدي هانتوما راه كيحك في مطيشه كيف ما كتشاهدوا. يستحسن مطيشه الى طحنتها بمولينكس صفوها، ديك الزريعه كتخسر الحريره وكتخسر الكسكسو ما كتجيش فيه. يستحسن مطيشه تكون مصفيه. بالنسبه لي انا عندي هذا الحكاكه ما بغيتش نخدم مولينكس، نقولوا لا ساوس الناس ما بغيناش نفيقها، كنحك بهذه لان العيون ديالها رقه كتصفي لي وكتسرع لي العمليه. تابعوني ان شاء الله. هنا باش غادي نضيف مطيشه، مطيشه مطحونه او محكوكه مصفيه. دائما كنقول لكم مطيشه مطحونه مصفيه. وهنا باش غادي نضيف الربطه ديال القزبر، ما فيهاش المعدنوس، القزبر بس، لان الطبق ديال اليوم كسكسو بالقزبر. ومن بعد ملي كنبغي نقفل القفله الاخرى اللي غير عليها غنسقي، ممكن تضيفوا منها، ممكن تضيفوا، لان الكسكسو اصلا انا غادي نكسكسو بالقزبر، يعني غتكون هذه الربطه كافيه. تابعونا ان شاء الله بعد ما يتشحر الحيمات مزيان مع هاد المطيشه غادي نمرق ضروري بالماء طيب ونرمي الخضره ونرجع نكسكس. هنا دابا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا، بسم الله، هنا كيف ما كتشاهدوا هانتوما الحيمات متقلاو على خاطرهم. هنا بسم الله غادي نعطي الماء طيب باش نسرع العمليه. انا يعني نورمالمون في اغلب الاوقات كنروي بالماء بارد ونرمي الخضره في الماء بارد كتطلع في هذيك الغليه. اليوم عندي يعني نقولوا مثلا شويه مزروب او مدروك، غادي نعطي المرق الكافي عاد غادي نرمي الخضره اللي كتهز الطياب. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا غادي نرمي الفول وغادي نرمي خيزو الا كان واقف، الا كان خيزوفتي حتى الرميه الثانيه يعني حتى التفويره الثانيه باش يبقى خيزو شاد لكم. بالنسبه لهذا الخيزو ملحم غادي نرميه ماشي مشكل، وغنرمي لوشو باش يهز لنا توا كيهز الطياب، وغادي نرمي اللفت المحفور
واللفت العادي الخضره كامله غادي نرميها ان شاء الله. اشنو اللي غادي يبقى ليا؟ غادي تبقى ليا غير القرعه الخضراء، حتى وكان نبغي نقفل القفله الاخرى ملي نقلب الكسكاس قبل ما نعاودو ارمي القرعه، وملي نبغي نقفل الكسكاس ارمي الفلفله حاره. تابعونا ان شاء الله. دابا هنا كيف ما كتشاهدوا سالينا هذه المرحله، ندوزو المرحلة ديال التكسكيس. هنا بالنسبه للسميد عندي كيلو ديال السميد، كيلو ما بين كيلو كيلو ربع، كي قلت لكم انا غادي نسقي غير في المخفيات، كيلو راه كافي، غير المهم غنسقي شي حاجه يعني اليوم ما عنديش انا الناس كثار في الدار، غنسقي في المخفيه وشويه في هذه المخفيه وهانتوما معنا ان شاء الله. كيلو كيلو ونص على حسب المتوفر عندكم. هنا بسم الله القزبر كيف ما كتشاهدوا قزبر يابس، هنا غادي نضيفو على هاد السميد، نخلطو مزيان عاد نبدا نكسكس باش يجي الكسكسو او السميد ملبس بديك القزبر، ما تخافوش منه يعني كيف ما كثرتو في القزبر كما كيجي الطعام بنين، ما عندوش فاش غيضر. وبالنسبه للقزبر راه ماكله ودواء. هنا بسم الله على بركه الله كيف ما كتشاهدوا ها انتم السميد ديالنا. هنا غادي ناخذ واحد الكميه من الماء بسم الله، ونبدا نسمد بهذه الطريقه. البنات المبتدئات موات العيالات الكبارات اللي داو جابوا في الايام راه بلا غربال كيصدق لهم الكسكسو يعني ما كيتعربد ما والو. وانتم بنات اليوم جيل التسعينات ولياه حتى الالفينات ديما الغربال ديال الزرع الغربال ديال السلك كنقولوا حنايا يكون حداكم باش ملي تكسكسو بهذه الطريقه بحال هكايا ها انتم ديما بالصبعان باش كتخدموا. وبالنسبه للباده زرع عندي تايا في القناه راه كتمعك بهذه الطريقه بحال هك. بالنسبه للبلبوله راه كترطب كنرشو، حاولوا ما ترشوش بزاف غير عينكم ميزانكم، بحال غديري مثلا اربع عندك كيلو ديال السميد او نص كيلو ديال السميد مثلا، حنا غنقولوا نص كيلو ديال السميد، ديري واحد الربيع ديال الكاس في الاول وسمدي بيدك بهذه الطريقه وعينك ميزانك كتشوف السميد واش تفتل ولا ما تفتلش. هانتوما كيف ما كتشاهدوا صافي كنبقى غادي عليه بهذه الطريقه حتى كنكمل. لان الكسكسو راه كيشرب، ما حدكم نتوما كترشوه هو كيشرب، ما حدكم نتوما كتفتلو فيه هو كيشرب. واللي بغى الكسكسو مطروش بالدقيق ديال القمح راه حتى هو عندي في القناه كيف كانوا يديروا الناس ديال بكري، السميد ديال القمح ديال البلاد مطروش بالقمح ديال البلاد، هذاك ما كيضر ما والو. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من القولون ولا من المصران او من الجهاز الهضمي بصفه عامه المعده المصران، الكسكسو المطروش بالدقيق ديال القمح كيجي زوين. وحتى اليزير راه كيساعد، انه اليزير حنا كنشربوه كنخوعلو الماء طيب حتى يطلق وكنشربوه، كينفس المصران. هانتوما باكم لعب ليها، تحيه للعيالات ديال بكري اللي علموني، منهم زوجة الاب ديالي والام ديالي، زوجة الاب ديالي الله يرحمها والام ديالي الله يطول في عمرها، وحتى الناس العائله اللي كنت كنمشي عندهم وجيراننا الاولين ديال الزمن الجميل كنت كنشوفهم كيفاش كيديروا وتعلمت عليهم هاد الطرق ديال الكسكسو. ومع ديما بنادم الانسان شوفوا خدموا غير برابعه، اول مره للمبتدئات خدمي غير برابعه، صدقت النيه كفات، ما صدقتش حتى حاجه ما ضاعت. مره اخرى ان شاء الله، والخوف والخلعه ما عمركم ديروهم في قلبكم، الا بغيتي توصل لواحد الهدف الخلعه والخوف ما عمركم ديروهم في قلبكم، حيدوهم تغلبوا على الخوف وان شاء الله غتكملوا كل شيء مع باكم العبدي وغادي نتعلموا. مرحبا بكم.
هانتوما بنات اليوم شوفوا الغربال كيفاش داير. هذا غربال هانتوما، هذا راه خاص عندي انا بالكسكسو، هذا راه ماشي ديال الزرع. ملي كتمشوا تشروهم كاين اللي عيونه كبار وكاين بحال هذا خاص بالكسكسو عند العطار. عند كيتباع نيت عند العطاره، بعض العطاره اللي كيديروا هادشي ديال الطبوقه وهادشي ديال الغرابل. المهم هانتوما انا بالنسبه لي كي قلت لكم راه ما عنديش المشكل، وانتوما بالنسبه لكم البنات ضروري ما ديروا الغربال. غير مع الوقت ان شاء الله بسم الله غادي تبداو تعلموا ليه، وتا حاجه ما غادي تبقى تغلبكم فهمتوا. وديما ايديكم على الغربال بحال هكا، ديما ايديكم على الغربال باش كتسرعوا داك العمليه ديال الحكان ديال السميد. حتى الى بقات لكم شي تعربيده ديال السميد الفوق ماشي مشكل، كتحيدوها عادي جدا فهمتوا باكم العبدي. صافي حتى وكان كنكمل وتابعونا ان شاء الله. هنا بعد ما غربلت السميد بسم الله هانتوما، ومعمر الكسكاس تزعزعوه ملي تعمروه بالسميد، معمر الكسكاس تزعزعوه ديما غير بصبعانكم. انا غادي نوريكم الطريقه باش الكسكاس عيونه ما يتسدوش وما يدكش وتنفر لكم الفوره في الكسكاس ويتعصد وما عرفت كي كيولي ما هو لكم ما هو لعدوكم. ديما الكسكاس هانتوما ديما غير بيديكم بحال هكايا بحال هكا، صافي حتى وكان تكملوا. هنا ان شاء الله هانتوما كيف ما كتشاهدوا درت السميد، ما تخلوش البرمه حتى تجالب، باقي الله جايه غتبدا تجالب البرمه، يلا غتبدا تقلب هانتوما، يلا غتبدا تطلع في داك الفابور الاول ديالها. قفلو علاش؟ باش ديك الاقامه وديك الروح ديال 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 البرمه ما تمشيش في الخوا، تمشي في الطعام تما الذوق ديالو. راه كاين اللي كطيب الطعام وما كيجيهاش بنين، لان كيقول لك ايد الحره في الطعام ايدام. الناس الاولين كان غير البزار والملح والسمن باش كيطيبوا الكسكسو، لا كاين لا خرق بلدي لا سكين جبير لا حتى شي حاجه من هذا الشيء اللي درت انا. والكسكسو كيتشم، هي الماكله ملي كتشم وكتشم زوينه عرفوها ناجحه، ملي كتشم زفره او ما كتشمش عرفوا. والنفس ديال الانسان هو الطياب، خاصها تكون في الطياب. الا دخلتي للكوزينه يكون عندك حب للطبخ والمطبخ، ماشي راني غنطيب الغدا ولا غنطيب العشاء ولا غنطيب كسكروط دفع، لا الكوزينه هواية غريزة باكم العبدي. ما قريتش الطبخ ولكن معلمتني الممارسة ديالتي ومدرسة الحياة اللي أنا اكتسبت منها العديد من الخبرة والعديد من الأسرار ديال الطبخ البلدي التقليدي. أنا ما عنديش مع البريستيج وداكشي الخاوي، ما كنعرفش ليه، كنحترم مالي ونقدرهم الله يساعدهم، ولكن بالنسبة لي أنا الطبخ كأن الدم اللي كيجري في العروق ديالي أو الهواء اللي كنستنشق في الطبخ التقليدي، كنعشقو كنمغروم به لواحد الدرجة. وكي قلت لكم بما انني كنت خارج الديار المغربيه، يعني كنت في خدام مع السوادة محافظين على الاطباق التقليديه ديالتهم، وحتى التوانسه عشت معاهم في بلادهم حتى هم محافظين على التراث التونسي ديالهم في الاطباق، ولو كيكونوا سهريات ولو كيكونوا ضياف كيعتمدوا على البلدي على الطبق البلدي، وداك الشيء كيكون بيفي بيفي محطوط، ولكن الاطباق اللي صراد تقليديه اكل تقليدي ديال بلادهم ديال دولتهم. وبالنسبه للناس السعوديه تحيه لهم، حتى ما عندهم عده الاطباق منهم الكبسه السعوديه راه عندي في القناه، حتى ما محافظين عليها كتحط دائما في الموائد ديالهم، لانهم كيتعاطوا للروز المصباتي بزاف. عدي جتو معايا المهم راه كاين، ونتابعونا ان شاء الله. انا غير كنوضح لكم بعض الامور، ومرحبا بكم خوتنا المغاربه. طلع الفوره ان شاء الله وهنا معاكم، غطوها بواحد الزيف باش يسرب داك الفابور، ومنها يرجع عليها كتجمع الفوره ثلث ساعه ثلث ساعه، ونرجع معاكم ان شاء الله 20 دقيقه باش الفوره الاولى هي اساس الكسكسو، خص الكسكسو يموت
كنقولوا الفوره ماتت بالدارجه بالعاميه ديالنا. الكسكسو خصو يموت، الا ما ماتتش الفوره في الكسكاس ملي كتجي تسقي البلول كيمشي لجيه والكسكسو كيبقى في جيه، ما كيجيش بنين. الفابور ها هو جاي خارج، مرحبا بكم. هنا كيف ما كتشاهدوا الفابور ها نتوما ها هو يخرج كيف ما كتشاهدوا. ديما البوطه تكون مجهده على الكسكسو الا بغيتو، كيقول لك العافيه الا ما كانت واصله للعراوي الكسكسو كيجي نافر. الكسكسو كيبغي الا كانت العافيه مجهده ديما الفابور كيدفع، الا خليتوها مهيله او متوسطه ما المهم الكسكسو راه ما كيجيش هو هذاك وكيجي مغدور. هنا ها نتوما كيف ما كتشاهدوا ها هو جمعت عليه الفوره. دابا ان شاء الله باش غادي نعاودوا هنا كيف ما كتشاهدوا بسم الله ها نتوما الكسكاس. ما تخلوش كسر من القانون، الا خليتو كسر من القانون الكسكسو كيلصق ثلث ساعه ما كنفوتاش فيها انايا. بالنسبه للفوره الاولى، بالنسبه للثانيه ربع ساعه كافيه ماشي مشكل. الكسكسو الفوره الاولى كي قلت لكم هي الاساس. ها نتوما كتشدوا الكسكسو كتوركوا عليه بهذه الطريقه بالنسبه للاولى، بالنسبه للثانيه لا الخوي ما فوق منه. ما كنبردوش بسم الله، غير كنفرتكو باش يعاونني في الشريب ديال السميد. وراني ما درت لا زيت لا ملح بالنسبه للاول. هنا انا دابا درت ثلاثه الكيسان من هادو بحال شي كاسونس من من كاس ديال العنبه، شي كاسونس ثلاثه اربعه بحال شي اربعه ونص الكيسان، اربعه ونص ديال الكيسان وعيني ميزاني. لان السميد كنشوفو كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش، كاين السميد اللي كيتعجن على حسب. هانتوما الفيديو غيجيكم طويل ولكن كاين الافاده. انا اللي غتفرج فيه 1000 تفرج فيه 500 وتكملوا عدي الرباح تستافد تخرج بالنتيجه. والاغلبيه ديال الناس راه كدوز الفيديو وكطرح الاسئله اللي انا مجاوب عليها وسط الفيديو، هذا هو المشكل. لكن مرحبا بالكل، مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. صافي تقريبا الماء هو هذا، هنا نخليه يشرب هذا الماء وهاني معكم. هنا بسم الله على بركه الله كنبدا نرجع في السميد ديالي الكسكاس. ما تغامروش نتوما ديروا الطريقه البنات، باكم العبدي ما عنده سوق عارف شنو كيدير. وانتم الله يرضي عليكم ما ديروش كسكاس يعني القصري بهذه الطريقه، هزوا بشي طبسيل ولا بشي حاجه كيف ما كتشاهدوا، ولا حتى تعمروا الكسكاس، ولا حتى تعمروا الكسكاس عاد حطوه. انا رديت على كسكاس ديال 100 لترو، البرمه ديال 100 سيترو او ديال 60 لترو ديال 50 لترو. كنخدم مثلا ب 25 كيلو ديال السميد في دقه واحده، خنشه ديال السميد 25 او 50 كيلو على حسب المناسبه كيفاش كتكون. ملي كيكون انا الكسكسو نادرا فبقيت كنشدو فيه شويه العذاب، ملي كيكون حلاوته 10 القصريات ولتحت، ملي كيفوت 10 القصريات او الطباصل كيولي ما هو لكم ما هو لعدوكم، لا انا لا العيالات اللي معايا في حاله. سيرتو ديك التكيه ديال التسقيه هي اللي كتجيب ليا
ماشي 6 ودامه مضروبه في 18، ديك 6 مضروبه في 18 المات، يلاه عطوني العدد شحال غادي تكون 6 في 18، نشوفكم واش مسكولين بحال باكم العبدي ولا لا. مرحبا بكم. المهم تفور تقريبا واحد ربع ساعة أخرى وأنا غنرجع. هنا دابا دازت ربع ساعة كيف ما كتشاهدوا، الفورة هي طلعت. هنا راني درت القرعة، خديت لها لاصوص ورميتها هي والفلفلة في هاد الطنجرة باش ملي نجي نسقي ما تعجنش ليا. أنا كنت غادي نديرها في البرمة ولكن بغيت نسرع الوقت باش طيب سميتو طيب القرعة. طلع الفورة الثالثة ديال القفلة. هنا بسم الله على بركة الله، هانتوما هنا كيف ما كتشاهدوا غادي نضيف الماء بهذا الشكل وغادي نضيف الملح، ودائما ندير بحساب الملح في لاصوص. هنا انا خديت دابا جوج كيسان بحالا كي قلت لكم كاس ونص، في كاس ونص بحالا شي ثلاثه الكيسان. بسم الله. هنا غادي نزيد واحد الكميه من الماء تقريبا شي نص كاس بحال شي 4 الكيسان تقريبا. وعينكم ميزانكم ديما انتم كتلمسوا الكسكسو، الى بان لكم رطب في يديكم بركه، وإلا بان لكم مازال خاصو زيدوه، ديروا بحساب السقيه باش الكسكسو يجي شارب لينا داك البلول ما يجيش مزوي بالماء. هنا دابا ان شاء الله باش غادي نضيف واحد تقريبا واحد 4 كاس ديال الزيت اولا الزبده على حسب، وعاد غادي نضيف بطبيعه الحال سمن حار، وغادي نضيف واحد شويه ديال البزار، وغادي نضيف شويه ديال السكنجبير، وعاد غادي نضيف القزبر يابس. هنا بسم الله على بركة الله، ونعاود هاد الكسكسو ديالي مزيان، ودائما نذوق الملح في البرمة ونذوق الملح في الطعام. السمن علاش كنديرو انا في السميد؟ باش كيجي مفوح كامل داك الكسكسو، كيجي كامل ملبس. يعني كيف ما شفتو راني خديت واحد الكمية وعاد كنضيف واحد شوية مثلا غير القياس في لاصوص باش ملي نجي نسقي كذلك هو مثال يجي الكسكسو بنين ولذيذ. هنا غادي نعطيكم واحد السر بالنسبه للاخوات، الا فورتوا الطعام بكري وباقي الناس ما تجمعوش او باقيين ما غاديين تسقيو، هنا كتجمعوا هذا الطعام بهذه الطريقه. وهنا غنوريكم واش غادي نديروا ليه، كترشوه بواحد الرشه ديال الماء تقريبا واحد نص كاس، كتحركوه ما والو، كتخلوا الطعام ديالكم بهذا الشكل كيف ما كتشاهدوا، وكتغطيوه بهذه الطريقه، كتخليوه حتى وكان تبغوا تطلعوا القفله الاخرى، يعني كتسدوا على الخضره كتطفوا على كل شيء، كل شيء عندكم طيب. الناس باقيين ما جاوش، وليداتكم باقيين ما تجمعوش، ساليتي شقاك بكري، جمعتي دارك، جمعتي روينتك، صبنتي صابونك، سيقتي دارك، المهم جمعت، لان الشقه كل نص نهار ديال الصباح. صافي كتغطي، من بعد ملي كتبغي تقفلي القفله كتحيدي هذا الزيف بهذا الشكل بحال هكايا، عاد كتخلطي هذا الطعام.
تخلطي وتحطي في الكسكاس. تابعونا ان شاء الله. هنا بالنسبه للصوص، دقت الملح، زدت شويه ديال الملح هنايا وشويه ديال البزار وشويه ديال القزبر يابس. صافي ان شاء الله. دابا هنا باش غادي نقفل القفله ديال التسقيه كيف ما كتشاهدوا. كي قلت لكم ها انتم، ها هو، ها انتم الطعام. طعام الا ما تلقمش ما كيتسماش طعام ناجح. طعام خاصو يتجمع لكم اللقمه، ها بحال هكايا تجمع اللقمه وملي تفرتكها صافي ان شاء الله. غادي نقفل وها انتم معايا. هنا كيف ما كتشاهدوا انا بديت كنقفل، كنهز الطبسيل غير بشوي بشوي مثلا بحال هكايا ما حد القفله الفابور جاي كيطلع وانا كنرمي باش نساعد داك الكسكسو يطيب مزيان وتفور فيه الفوره. بعد ما نكمل ان شاء الله هنا غادي نتلاقاو في طبق التقديم. هنا صافي كيف ما كتشاهدوا صافي انا غادي نبدا نسقي قلبت الكسكاس. بالنسبه للبرمه القرعه صفيتها في البلول، دابا باش طور نتو باش غادي نبدا نسقي ان شاء الله. كيف ما كتشاهدوا غنسقي في المخفيه، غادي نخرجها والقصيريه انا وبنياتي. هنا شوفوا دابا كيف غادي نعطيكم واحد السر. البنات اللي ما كيبغيش يتقاد لكم الكسكسو وتخافوا من وليداتكم يتحرقوا، سيرتو بنات اليوم ماشي بحالنا حنا مولين بكري كنبرجوا ديما ملي تحطوا السميد. ها نتوما شدوا واحد الجبانيه بحال هكايا ودوروا هذيك الجبانيه بهذا الشكل، ها بحال هك كيف ما كتشاهدوا، باش دير لكم هاد الحفيره هنا فين غادي ديروا اللحم وديروا الخضره. ها نتوما بهذا الشكل بحال هك مثلا كيف ما كتشاهدوا بحال هكايا صافي، وكتقادوا بيديكم الحفره ماشي مشكل من الداخل لان غنتحط على الخضره حنا على حساب هذه ديال التوقيفه كيف ما كتشاهدوا. ها انتم صافي ان شاء الله. دابا غادي نبدا نسقي. هنا بالنسبه للشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا هو هذا بالقزبر، كي قلت لكم ان شاء الله هذا هو اللي غادي يخرج. وتابعونا ومرحبا والف مرحبا. كيلو ديال السميد فيه الخير والبركه، كيلو ديال السميد فيه الخير والبركه، كيلو ديال السميد يوكل 8 10 الناس، اللهم يتكل ولا يبقى. اليوم راه الجمعه ودرتو بالليل، اليوم الجمعة ان شاء الله الخضره كامله طريه اللي تقديت معكم في السوق. وتابعونا ان شاء الله وما تبخلوش انا باللايكات وبالاشتراكات وبالكلمه الطيبه كترفع من المعنويات. الا بغيتوا باكم العبدي يستمر معكم بارطاجيو الفيديوهات ونرجع معكم كيف كنت في السابق فيديوهات ديال الدار ريتما تحركوا المناسبات ونشاركوا معكم ان شاء الله. مرحبا بكم.